أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الصباحية من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب الذي تستمر أو يبدأ هذا العام بدورته 31 لليوم الثاني على التوالي، وذلك بحضور نخبة من الناشرين وأيضا المتحدثين بهذا المعرض. هذا المعرض يسلط الضوء على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الثقافية، ويقدم جدولا متكاملا من الفعاليات، ويضم أكثر من 100 فعالية. يعكس أيضا التوهج الثقافي والمعرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحولت خلال السنوات الماضية إلى حاضنة لكوكبة من أبرز المبدعين والمفكرين والأدباء المحليين والعالميين. كما ينظم المعرض مجموعة كبيرة من الفعاليات التعليمية وأنشطة متخصصة للطفل تقدمها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين. يسرنا أن نستقبل هنا في استوديو سكاي نيوز عربية في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب بالكاتب الليبي الشاب محمد النعاس الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها 15 عن رواية خبز على طاولة الخال ميلان. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا بك. صباح على سكاي نيوز عربية. أهلا بك. بداية تهانينا لك ولكل ليبيا بهذا الفوز الكبير والمستحق. شكرا جزيلا. بداية، هل توقعت أن تكون روايتك وهي الأولى فائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية؟ الحقيقة ما كنتش متوقع، بس كنت آمل أن الرواية تتحصل على الجائزة لسبب واحد وبسيط، اللي هو أن بلدي ليبيا عانت لعقود طويلة من ويلات الحرمان والأزمات والحروب، وكان هذا الفوز فرصة للشعب الليبي أن يلتقط أنفاسه للفرح على الأقل لساعات أو لأيام قليلة. ألف مبروك على كل حال. محمد، عملت مع أحد أعقد القضايا المتعلقة بين العلاقة بين الرجل والمرأة وأيضا المكانة الاجتماعية الثقافية لكل منهما، على ما استندت بهذه الرواية؟ على عدة بحوث في البداية، على دراسات على وضع المرأة الليبية منذ الخمسينيات القرن الماضي ومسيرتها في مسيرتها تطور لنيل حقوقها الاجتماعية أولا، وحقوقها السياسية وحقوقها الثقافية، وأيضا على تجربتي الشخصية. يعني أنا ابن البلد وأغلب حياتي يعني مضيتها في ليبيا، يعني منذ الطفولة حتى عمر 30. فمن ملاحظاتي الشخصية للمجتمع المحيط بي، شفت أن في علاقة مرتبكة بين الرجل والمرأة، خصوصا في العلاقة الزوجية بينهما، يعني في توزيع الأدوار بين الرجل والمرأة. المرأة الليبية رغم أنها نالت عدة حقوق ثقافية وعدة حقوق سياسية، لازالت حتى الآن وخصوصا في المناطق البعيدة عن المدن الكبرى كطرابلس وبنغازي، لازالت تواجه معضلة اجتماعية. وأيضا الرجل نفسه، الرجل الليبي، لأن المرأة أصبحت لعدة ظروف اجتماعية أصبحت تشبه العالة عليه، فهو نفسه دخل في مأزق شخصي ومأزق اجتماعي ومأزق ثقافي، وهو نفسه بدأ بدون ما يحس يحارب المجتمع، وأصبح المجتمع سلطة جمعية عليهم الاثنين. يعني جميلة فعلا طريقة تناول هذا الموضوع، يعني وصعبة بالوقت نفسه، ليست سهلة. هل تعتبر هذا الفوز اليوم علامة فارقة بمسيرتك، ربما نقطة تحول؟ ما الذي تخطط له للمستقبل؟ هو الفوز فوز الكتاب نفسه، ليست الجوائز، فوز الكتاب نفسه اللي هو المقروئية وصموده في الزمن. أما فوز الكاتب هو فوز مادي في البداية وفوز معنوي. الفوز المادي لأن الجائزة يعني كبيرة، الجائزة المادية كبيرة، تمنح لي الوقت أنني نستمر في شغف الكتابة، لأن في الأخير يعني الكتابة يعني نادرا ما تجيب مصاري، أو ف
فيمتنح لي الوقت الكافي أننا على الأقل نشتغل على مشاريع أخرى. الفوز المعنوي لي ككاتب يبدأ عندي انتشار أوسع في العالم العربي وفي العالم ككل. نتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله هذه البداية تكون بداية نجاحات أخرى. شكراً جزيلاً لك الكاتب الروائي محمد النعاس، أيضاً الفائز بجائزة العالمية للرواية العربية. شكراً لك. شكراً جزيلاً.